جهة اليمين ممكن يمررها صح حلوة، والصبيح ينطلق وتغطية على الصبيح، والصبيح بيحاول يحصلها، حصلها صبيح، العبها صبيح، خالد جول، لعبها الصبيح صح، لعبها صبيح صح، وخالد عجب، خالد عجب في الدقيقة 9، في الدقيقة 9 تمريرة حلوة من الظهير الأيمن اللي انطلق واخذ مكان حلو جدا. شوف شوف انطلاق صبيح، احمد الصبيح، شوف دور اللاعب الظهير الايمن شلون يوصل، وين وصل؟ داخل منطقه السته، شوفه ولعبها لخالد على طول ما تاخر فيها. برافو خالد عجب، تسجيل اول اهداف المباراه نادي الكويت في الدقيقه 9، والهدف الاول اللي امامكم يضعه خالد عجب، مريح شويه فريقه ويريح ايضا نفسه. وبرافو الى الصبيح اللي انطلق في كرة سريعة وجميلة جدا من جهة اليمين، لعبها عرضية، أرضية سهلة، تعامل معها بشكل جميل جدا خالد عجب.